هل الأهرامات عمل حضارات من خارج الأرض؟ هل أراد الفضائيون القدوم إلى الأرض لكن انتهى بهم الأمر في الماضي؟ وماذا تخفي لوحات الكهوف الموجودة في أستراليا؟ أنت على وشك معرفة الإجابات على كل هذه الأسئلة. هذه إنفينيتي، في هذه الحلقة سترى الاكتشافات المذهلة التي تثبت وجود كائنات فضائية. هيا بنا. يبدو أنه من أجل إقامة مثل هذه الهياكل الفخمة كان ضرورياً تدخل قوى متفوقة علينا تقنياً وفكرياً. لم يكن لدى المصريين التكنولوجيا والأدوات اللازمة لبناء الأهرامات، جزء كبير من الباحثين يعتقد ذلك. في رأيهم أقامت الحضارات الفضائية الأهرامات من أجل الانسجام في الفضاء. يزعم أن إنشاءات من هذا النوع قادرة على جذب طاقة من خارج الأرض وتزويدها بها. هذه هي نفس الطاقة التي تأتي من العالم الخفي لدعم العالم المادي. يمكن للأشكال الهرمية للغرف جمعها وتوجيهها إلى المكان الصحيح. إذا كان هذا يبدو هراءً، فلا تقفز إلى الاستنتاجات. يوجد دليل على الأقل لهذه النظرية في العالم الحقيقي، لا يزال يتحدى المنطق. وفقاً لنتائج دراسة علماء الأحياء، فقد وجد أن النباتات الموضوعة في الهرم، أو بشكل أكثر دقة في دفيئة على شكل هرم، نمت بشكل أسرع وأكثر صحة وأقوى. زادت الغلة في هذه الحالة بمقدار 1.5 المرة على الأقل. بالإضافة، كانت هذه البيوت الزجاجية خالية من الآفات، على الرغم من أن العلماء أنفسهم لم يفعلوا شيئاً من أجل ذلك. حتى إذا تم إحضار النباتات المصابة عن عمد، فقد تم تطهيرها في غضون 2. ما هذا إن لم يكن سحر الأهرامات؟ بعد دراسة مثل هذه يبدأ المرء في الاعتقاد بأن الفضائيين عرفوا شيئاً ما وأنشأوا الأهرامات بغرض إطعام شيء عظيم. أخبرني في التعليقات عن رأيك. أثار الاكتشاف التالي ضجةً لا تصدق في تركيا منذ لحظة ظهوره. في أحد التوابيت المحلية وجدوا هذه المومياء، والتي من الواضح أنها لا تنتمي إلى الإنسان. لماذا من الواضح؟ لأنه وفقاً للتحليلات لم يكن المخلوق أطول من 120 سنتيمتراً، وله جلد أخضر وأجنحة متخلفة وعينان كبيرتان، وهي ليست نموذجية للبشر. كانت تجاويف عين هذه المومياء أكبر بثلاث مرات من تجويف الإنسان. عندما تم العثور على هذه المومياء، كانت في تابوت شفاف مصنوع من مادة قوية تشبه الكوارتز. ومع ذلك لم يتمكن أي شخص من معرفة المواد الموجودة أمامه. كان يتألف من ما يصل إلى 16 مكوناً معدنياً، وكذلك كما يقول العلماء مركبات الكائنات الحية. بالحديث عن الكائنات الحية، خلال حياتها كانت للمومياء هيكل جسم يتكيف تماماً مع كوكبنا. تتشابه أنظمة الجهاز التنفسي والإفراغ مع الأنظمة البشرية، لكن باقي الأنظمة تتغير بشكل كبير وتختلف من حيث المضاعفات. نظام الدورة الدموية للمخلوق مثلاً كان لديه ما يصل إلى 4 قلوب. رجل سحلية. فترة العبيد واحدة من الثقافات الغامضة الرئيسية، والتي تألفت من المستوطنين الفضائيين. كانت إحدى سماته المتميزة تماثيل غريبة تصور مخلوقات تشبه السحالي. لا أحد يعرف ما هي هذه المخلوقات، إما أن يكون هذا هو شكل الفضائيين أو أنها آلهتهم. كانوا عريضي الأكتاف بأعين طويلة ضيقة، وأحياناً يحملون أطفالاً مثلهم وأحياناً بدون ذرية. استخرجت تماثيل هذه المخلوقات الغامضة من مقابر محلية. بناءً على السجلات القديمة، كانت هذه المخلوقات موجودة، وكانت تحظى بشعبية واحترام بين السكان المحليين، حتى أنه كانت هناك نصوص مكتوبة عنهم، والتي قالت إنه في العصور القديمة وصل بعض الأنوناكي إلى الأرض. كان منزلهم هو الكوكب المسمى نيبيرو، وظل الغرض من زيارتهم غير واضح. على هذه الخلفية نشأت أسطورة. جاءت هذه المخلوقات الشبيهة بالسحالي إلى الأرض بغرض استخراج مواد ثمينة يمكن تعدينها في الفضاء الخارجي، وسيكون هناك الكثير منها في الفضاء، لكن خطتهم لم تكن بهذه البساطة. سأقدم لكم نظريات مثيرة، هيا بنا. لاكتشافنا التالي يجب أن ننتقل إلى أبعد من جزر ماركيساس في المحيط الهادئ. النقوش البارزة والتماثيل المختلفة هناك تصور كائنات فضائية رمادية اللون، مخلوقات لها جسم بشري ورأس زاحف، عيونها ضخمة وفمها منخفض. لا يعرف السكان الأصليون للجزيرة أي شيء عن المنحوتات أو الأشخاص الذين صنعوها.
على مدى آلاف السنين تغير الأشخاص الذين عاشوا في الجزيرة وأصبح تاريخ السكان الأصليين منسي. على هذه الخلفية بدأت أساطير الفضائيين تتغلغل تدريجياً. يزعم أن الجزيرة كانت ذات يوم موطناً لقبيلة كانت صديقة لعرق فضائي لإرضاء أصدقائهم ومنحهم هدية قاموا بنقش صورهم على هذه الجدران. على أي حال يقول علماء الآثار إن هذه التماثيل لا يقل عمرها عن 150 ألف عام. هل يمكن للناس البدائيين في تلك الأوقات أن يصنعوا مثل هذه الرسومات؟ كيف لديهم هذه الأنماط في رؤوسهم؟ منظرو المؤامرة يؤمنون أن مستعمرة كاملة من الفضائيين عاشت في الماضي على الجزيرة وأجروا تجارباً على البشر. خريطة النجوم عام 1992 سوف يتذكره علم الآثار إلى الأبد. عثر وقتها على أقدم خريطة نجوم حتى الآن. الرجل المحظوظ الذي اكتشف القطعة كان الجيولوجي كاستيلو. كان الرجل يجري بحثاً في إندونيسيا، اختار طريقا غير تقليدي وسمح له بالعثور على شيء ذي قيمة لا تصدق. نظر الجيولوجي أولا في الجبال ثم في تلال الشيطان، وجد حجرا معالجا تم رسم علامات غريبة عليه كانت تذكرنا بالمعلومات التي وضعها الأمريكيون على ألواح الألمنيوم على مسبار الفضاء بايونير 10 وبايونير 11 اللذان أطلقا في الفضاء البعيد في عامي 1972 و73. كان التشابه مذهلا، الحجر تماماً كاللوح. أظهر رجلاً وامرأة ممسكين بأيديهما وكذلك الشمس وسلسلة من النجوم والعلامات على شكل نقاط وسهام. يقول الجيولوجيون إن عمرها لا يقل عن بضعة مئات الآلاف من السنين. يؤكد منظرو المؤامرة أن الفضائيين تمكنوا من الحصول على رسالة من المسبار وفكوا رموز الخريطة وزاروا الأرض، ولكن لسبب ما فاتتهم مئات الآلاف من السنين وعادوا بالزمن إلى الوراء وعلقوا في الماضي. هذا مثير حقاً. أخبرني عن رأيك في التعليقات. ولكن حتى لو كانت الكائنات الفضائية عالقة في الماضي، فهذا يعني أنه في الوقت الحاضر يجب علينا إما أن نلتقي بهم أو نجد أجسادهم. لدى البشرية مشاكل وتناقضات مستمرة مع الإصدار الأول، لكن الإصدار الثاني أكثر تفاؤلاً، خاصة بعد أن أخبر باحثون من الصين العالم عن اكتشافهم المذهل. استكشاف جبال التبت، وجدوا مقبرة من 716 جثة لا يبدو أي شيء خارج المألوف، حتى لو ظهرت مومياوات هناك فلن يفاجأ أحد، لكنها ليست بهذه البساطة. كان طول جميع الجثث 130 سنتيمترا فقط أو حتى أقل. كانت أطرافهم رفيعة ورؤوسهم كبيرة بشكل غير متناسب. أشارت بنية عظامهم إلى أنهم جميعاً لا يشبهون كثيراً الصينيين أو التبتيين. على الأقل كان لديهم طقوس دفن غريبة. لسبب ما كان هناك قرص مشابه من الحجر وبه ثقب بداخله بجانب كل جسم. هل كانت قطعة أثرية وقائية أم قمر صناعي أم جهاز إرسال أو شيء غير معروف؟ هذا لم يكن معروفاً أبداً. كل هذه الأشياء تحتوي على حروف هيروغليفية غير مفهومة، وعلى جدران المجمع تم العثور على الشمس والقمر. تم رسم الخطوط المنقطة بين الأجرام السماوية، ربما أظهرت لنا هذه الكائنات مسار رحلتها. رسومات الكهوف. عند الحديث عن أستراليا نتحدث عن مخلوقات غريبة لا تعيش في مكان آخر. ولكن ماذا لو كان نفس المبدأ ينطبق على الفضائيين؟ ماذا لو سكن الفضائيون أستراليا ولم يسبق رؤيتهم في مكان آخر؟ تدعم هذه النظرية رسومات الكهوف المكتشفة عام 1838، وهي تصور كائنات غريبة تسمى وانجينا. يحب الناس أن ينسبوها إلى الفضائيين لأن أعمارها تتجاوز 100 ألف سنة. في تلك الأيام لم يكن لدى الناس العاديين أي فكرة عن المخلوقات من هذا النوع. وإذا اعتبرنا أن كائنات مثل هذه اللوحات كانت موجودة في الماضي، فأين آثارها الآن؟ لا يسعنا إلا أن نصدق أن هذه المخلوقات الغامضة جاءت إلينا من السماء وقدمت مساهمتها في تنمية البشرية وتركت الأرض. كرة بيتز الغامضة. آثار 1974، تعرضت عائلة بيز التي عاشت حياة عادية إلى كارثة. لقد واجهوا حريقاً هائلاً، دمر الحريق أكثر من 35 هكتاراً من غاباتهم. لا يزال سبب الحريق غير واضح، لكن ما هو معروف هو الشيء الذي عثرت عليه الأسرة أثناء البحث في المنطقة. بالصدفة وجدوا هذه الكرة التي يبلغ قطرها 20 سنتيمتراً، كانت ناعمة باستثناء رمز غريب ممدود مثلث.
تزن هذه المعجزة ما يزيد عن 10 كيلوغرامات. لماذا هي معجزة؟ لأنه بمجرد أن أصبحت في حدود منزلهم بدأت على الفور في إظهار شيء لا يصدق. كان الكائن يتفاعل مع الصوت، فقد اهتز وأصدر طنيناً استجابة لصوت الجيتار. كان لدى بيتس كلب في المنزل ويتصرف بغرابة في هذه اللحظات. حاول تغطية أذنيه والابتعاد عن الكرة. على ما يبدو فإن الصوت الذي يصدره الجسم استجابة سمع بترددات يتعذر على البشر سماعها. من المظاهر الأخرى للسلوك الخارق للكرة أنه عندما يدحرجها الأطفال تغير اتجاهها فجأة وتتسارع بشكل تلقائي. واصطدمت بشيء ما وعادت وكأن شيئا لم يحدث، لكن القطعة الأثرية كانت أكثر نشاطا في الأيام التي كانت فيها الشمس تتألق في الخارج. مثل هذا لا يمكن أن يمر دون أن يلاحظه أحد. لم يمضي وقت طويل حتى ضجت الأخبار عنها. أدى هذا إلى ظهور العديد من النظريات، ليس فقط بين الناس العاديين أو العلماء، ولكن أيضاً بين منظري المؤامرة. كانت الأجسام الطائرة رائجة، وكان هناك سباق فضائي مع الاتحاد السوفيتي، لذلك ارتبط المجال بالتكنولوجيا المتقدمة أو الفضاء. وأيضاً عائلة بيتس سارعوا إلى تعزيز حقوقهم في الاكتشاف ورفضوا بشكل قاطع منحه للدراسة، بما في ذلك رفض قطعه لفحص الهيكل الداخلي. على أقل تقدير، بعد مرور بعض الوقت تم فحص الكرة قليلاً، اتضح أن هناك آليات غريبة وغير معروفة بداخلها. على الرغم من كل الغموض، قال العلماء إن الجسم مصنوع على الأرض، لكنني شخصياً لا أصدق ذلك. كيف في السبعينيات أو حتى قبل ذلك كان يمكن لأي شخص أن يأتي بآلية ذاتية التشغيل تعمل بدون شحن؟ هذا كل شيء. أخبرني في التعليقات عن القصة التي فاجأتك أكثر. شكراً للمشاهدة، أراكم لاحقاً.